اهلا بكم ومرحبا بكم في لتس بلاي باتل فيلد 1 بتبيع مع جيمر فور ايفر جي 4 اي. اهلا بكم ميلاد ومرحبا بكم معكم جيمر فور ايفر جي 4 اي وفيكو في فيديو جديد باتل فيلد باتل فيلد 1 دونك يس يس في جبل جرابا ما انت جرابا هيا برا جبل جرابا نلعبوا فيه المود اللي هو نتاع الحمام نسيت اسمه وور بيجن باش نموت باش نموت اسكت موت طيب من كثرة اللي قعدت نحكي دونك البوت في المود هذا اللي تكابتوري الحمامة اللي تسبوني في الماب وهذيك لازمك بعد تكتب ميساج وطبعا بون مش تكتب ميساج في السونس هذاك دونك تاخو الوحدة وبعد تسيبها تخليها عندك شوية تسيبها الحمامة خليها عندك والكيب اللي تاخو ثلاث حمامات الأولى تربح دونك نلعب سبورت لهنا حتىني نلعب سبورت ما قتلت حتى حد يظهرك نلعب مانيش قاعد نلعب بالكداب بالكل منعرفش عليه ثم واحد ما حبش تتعدى هو جاي على جنب الحيوان كرتش عليك الحديد وما حبيتش تتعامل سايبوها ومت وحالتي حليله مسج دسترويد مسج دسترويد دونك كما تشوفوا الحمامه تتسيب هكا ونجموا نقتلوها وقتها ما تتحسبش دونك نلعب ميديك خير دونك في باتل فيلد 1 فما اربع كلاسز تبدلوا شويه على باتل فيلد 4 ايش قلت انا شنو قلت باتل فيلد اي اربع اي باتل فيلد 4 بلبستها شويه هيك ايه تحسك ضايع شوي عندك برشا انا عندك هيك عليه اللي هو شو نقول لهم ايه قتلت وحش قول لهم انت فول اشنو عندنا لاسو هكا ولا ايه شو قال لي يعني مش قول لهم بعد يقول لي هكا ولا ايه عندنا لاسو خاطر زدت ضيعتني عندنا لاسو وعندنا الكلاس سيبور وعندنا الميديك وعندنا سكاوت السكاوت اللي هو سنايبر والسيبور اللي هو اللي يعاون بالكرتوش وكل شيء والمدك اللي يداوي واللاسو هو اللي يقنبل اللي له بالقنبيل الفيكل حسنا نلعب دونك اني نلعب السيبور ديما نلعب بالسيبور احسن كلاس عندي هو السيبور ما نعرف شنو السيبور احسن واحد عندك شنو يا اخي اني ميديكو سيبور وسنايبر زاده كان لاسو لاسو ما نلعبش بيه برشا خاطر الفرق دونك ما عادش فما الميكانيك كيما في باتل فيلد الاخرى ما عادش عندك الميكانيسيان كيما قول دونك اي ما عادش فما نقطة روحي ما بهمني شوية نقطة روحي حتى اني لتوا قتلت نط اربع مرات ارجع 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 شنو اش فما سايبوهاش الحمام ما سايبوهاش ما الدول اخذها عنا احنا الحمامة عنا احنا شبي ما سايبهاش الكاز ايوه هاي باش تموت وراك 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 كيريتو في المني اهو قتلني الكاز الزح سنايبر بون تحس بتكيل السكور بتاعنا مزمر ما سالش حتى اني سكور بتاعي دونك كيما ريتو كيف الحمامة توصل دونك توصل الميساج نتاعها فما اير سترايك سترايك كيما في كل فيديو تنجم تقول يقتل الجماعة الكل دونك هذا سنايبر نلعب بيه باتل فيلد عنده مدة من اللي خرج دونك من ديسمبر اكتوبر ولا نوفمبر ولا اكتوبر نعش نسيت اما من اقوى باتل فيلد معناها من احسن الوحيد معناها قتلوني ما نجمتش نخطف خرجوا برشا وما نجمتش نخطف حتى بعد اللعبه نتاعنا مزمره برشا جي فور ايز دم عليهم هو باش يموت يو هاف بين بروموتد وقتلت واحد الحمد لله عليه دونك اني مازلت كيف خذيتها جو هكا علاش نيفو 16 محسوب اني 30 وعندي مده من اللي خذيتها ما لعبتش برشا معناها اما معناها معلم على الخرجو دونك الحاجه الوحيده اللي اني ما عجبتنيش دونك عندي الحمامه يا حمى نجي نشيلك شبيني بيم حطيت الماسك نتاع الجاز قتلوها الزحه بطها في بلاصه الغلط عندي الحمامه ما نجي نشيلك اش قولك انت
اش بيك مكشل؟ في بالي تهالي هي عندي. اش بيك دايخ؟ والله اللي تلهيت نحكي. والله ما قتل اي يعني قتلت واحد يمشي ويروح يقتلوني من الغدو. والله قتلت واحد مانيش الاخر في الليست امور في الوسط جينا يعني قبل الزوز الاخرين ساد لايف مسكين جيفاري دونك ديمو دفير يتشبه برشا لل شو اسمه تيم داث ماتش تك تك فيسع فيسع يمشي نعرفش بيني خذيت سنايبر في الوقت الغالب ليش بيك حديت سنايبر لهنا يا اخي نورمال تيك لا غالب الزهر جاء به هذا يرمي في جرناد نعرفش عليه حرقوني 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 نفذ منها نفذ منها الجيم الجيم مود الماب هذيا في الجيم مود هذايا في الماب هذايا شنو تيس شو نقول اني بون طاليان ابارامون طاليان ضد الالمان اه شوف طريقة باش نطلع شوية ما نجمش نقتل حد دنيا جيني واحد منا واحد منا هو هو الحرام جيبها دستروي ايه لازمنا نربحو برجولي ايه انت بتربح اوه على امي نخرج منا يجيني منا شنو تو ديناميت فرد شي طرح طرح خايب برشا نحنا ما نعرفوش نلعبو طرح برشا برشا دبل كيل يعني لا دبل كيل حتى كيل يعني قتل لي البينك نتاعي حالته حلال فوالا حطيني 190 هيك علاش دونك ميرسي تو جيزي مانيش توب شيت تاني ياما كوميم بينج مزمر مالوغوزمون دونك ديما كي يبدا بينج مزمر دونك مانيش باش نباصيها في البينج تو اما برجولية لا لا حتى هذي مانيش نباصي فيها في البينج عادي كوش عليها بينج سبعين لا 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 اني لا اني فما فرق شوية رسمي بليدة شوية و يخرى يطلع من حيث ولا تعلمون عرفت يطلع لك هكا بلا خلينا نبدلو شوية نلعبو شوية مات وي قتلت واحد بالزهر زاد خاطر ما ريتوش عندي السلاح هذا عندي كاسيتا ميديكا بيرتي يا ميغو اه هبطوا علينا الغاز الغاز هذا نتاع قبل نعملوا شويه ريانيماسيون اي قتلت واحد بالجرناد ما قتلت حد لا بالجرناد لا بلاش فورتسا لا كولا لا كاسيتا ميديكا قتلت واحد يو شيت اه رجعوه جيفري كاسيتا ميديكا كاسيتا ميديكا بيرتي اميغو وات ذا فاك هبطوا 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 جيو جيو برشا اميغو مش بالاسبانيول اميكو اميكو مش اميغو اه رجوني رجوني بالله رجوني ميرسي وينك سي بون مادي كنتي اصلا مش ترجعني اي بلا والله وي قتلت واحد اي هاو طلعنا عصفور اوه جاو من الجهات الكل قتلني بالزلاط دونك نحن رابحين او موان حاجة به وي وليت الرابعة في الليستة جاو انا بدينا نتحسنوا توا قبل مت برشا مرات تاخذ روح نشوف وين سبونينا يا شنو البلاد انا جاني منا واحد ريت وين سبونيت ساعات المشكلة تسبوني في بلاصة ما اما ساعات تسبوني في بلاصة ما كنتش تتوقع روحك ملا جبل القرابة هذيا بتاع زحي برجولية بينج 188 ما تلاقي مش نحسها كي لا قمم خايبة حوارش حسينة وما نجمش نقمر بالدا عنا احنا العصور والله لا قتلت هنا وزيد شعلت فيها حريق هاي كيفاش قتلني
يفك عليا ضربه ضربتين تعدى تجيني الحريق. مش عند حتى حد العصفور. تريت سي بون اكدوخ بعد باقي عندك انت انمي سبكتر سبيتش يا عنده هو اي غاز منا غاز منا ما تفهم شيء. دونك باتل فيلد 1 في الحرب العالمية الأولى كان ما في بالكمش. دونك زي ما يعملوا حرب عالمية ثانية باتل فيلد جاي عملوا دولي ما تصورش كان الجاية ما عملوا دولي. ايش اسمها في الحرب العالمية الثانية؟ دو ولا باد كومباني دو نسيت. باد كومباني ده اللي باد ولا ولا دو يقولي دو نسيت ولا نسيت اما ال دخل بعدها الواحد متاع باتل فيلد برجولي ايه ميت هذا ديجا ما واحد فوقي من باتل فيلد كات رجعوا للان جو كسرناها يعطينا الصحة يحشو قداش جيش قريش غادي كي واني نضرب بكش عليه والدي يعني سنايبي على بعضه دي سنايبي يا اخي نورمال في الماب هذايا كلوس رينج هكا نرميه جرونات من بعيد والله لا اختفته سح اختفني الكازي اما كل ستريك مزين عمل يا احنا مش نخسر تو شيئا كهوكا تلبس ماسك نحب نلبس الماسك ونسيت كيفاش خمس باص بلاش نبدل الكلاس اقتل الكازي اوه قعد له 25 دم صحيت قتلوه يا سنايبر مرة أخرى ما بهمني ننسى باش نبدل او تبدلت ايوه اه باش يربحونا تشوف جا صار هو ما هما وصلوهم الميساج بلي نحنا يمكن يربحونا تو سي بون كمان الزحية احنا عنا زوز راه الحاجة حقني خليت سنايبر تو وين كل بي ما خليتش اوه زيد اقعد كل مره تشكى يا تي هاكر خذيت قصه لي قصه هاك ترى ها وين انت راك تو نتاع السنايبر هذيك ولا انت سنايبر بوزيسيون شكون قتل هو لي انا صحي انا نحب انا حبيت نقتل اللي حبيت له مشينا فيها يا بيا قطع افسع اوه علينا اهو علينا اهو اوه يا بيا خطفني من بعيد الاخرى جيت باش نقتلو يا اخي اختن واني نرمي في جرناد وما نعرفش لوين نرمي اهو قلت لك فما واحد والله عرفته تا يا ريفايفي عاد انت اني يعني مازلت كيف سبونيت يا زحية مازلت كيف سبونيت ما اعرف ما حبش ريفايفيني تا يا يعطيك الصحة ريفايف صحيح كاسيت اميريكا ايكو هيد شوت بريديكي مريتوش زح بون تروح هذايا ما يطولش نورمال مو في العاده معناها تروح هذايا مزمر عند اخ اي تروح هذايا ما لعبناش بالبدايه بون ثاني ما لعبتش الجمله بالباهي الجمله ديما محسوب مستانس تلعب بالباهي لا نعرف نلعب خير منك لا مش خير منك اما تيزوس كيف بريسك اما تروح هذايا بالرسمي مش الماب هذي ينفد منها وكهو ايه
اوه على الغاز الغاز اختن ويرجع فيها في الغاز قتلته اه اه يا باي مازالو شنو ها في قالينا يا حبيبي يا شنو نخسر هادي فريق باش نخسر مازالش خلينا نخسروا فديت كو نوبا نلعبوا معاه قول احكي على روحك ديما 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 في الماب ديما في الماب هذيا راه والله لا لا بالعكس والله نشيخ عليها يعني الماب هذيا يعني نكره صعيبة خاصة في الوار اوف بيجن وار بيجن شنو هي وار اوف بيجن وار تي وار بيجن وار اوف بيجن وار بيجن شنو هي وار اوف بيجن حرب الحمامة وار اي اي دبر علي لا واه ليه ليه زا خسرنا سيء يا حبيبي 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 يا بيني زاد قتلوني زاد مالا تقعد تفرج علي بون الطليان خسروا مانيش الاخر في الليست هذاك المهم او موا ما تحكيش على هيك بالله نشوفوا سكور جي فري ليه 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 تاي انا ما وريتوش بالعاني دونك جي فري قاد ستة وميت بون او موا اني مانيش الاخر او موا جي فري الاخر ما يسالش المهم مش اني الاخر حتى باتل باك ما فماش على الاقل طلعت شو هذا مصور روحه عريان الاخر روسي سيسير تمام ان شاء الله الجيم بلاي يكون عجبكم بيان سور كان تحبوا تزيدوا تشوفوا جيم بلاي باتل فيلد قولوا لنا نعملوا حتى تروح كونكويست هكا يطول شويه ولا فازه دونك مالا ما تنساوش باش تعملوا طلع عشان نتاع جي فور اي مع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بالسلامه وان شاء الله نتقابلوا في الابيزود الجايه باي 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 باي.